يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، شخص لبس الجوارب بعد الطهارة وصلى صلاة العصر، وبعد الصلاة خلعه ثم لبسه مع العلم أنه لم يحدث قبل الخلع ولا بعد الخلع، هل يكون ما زال على طهارته؟ اي نعم، ما دام انه على طهارته التي لبس عليها الجوارب فلو خلعهما قبل المسح ما في مانع، لكن اذا مسح، اذا بدأ المسح عليهما فلا يخلعهما.